إذن هذا الصباح مرحبا بكم مجددا في قناة حديقتي. نزور هذا الصباح إحدى البحيرات القريبة من مدينة القصر الكبير. إذن كما قلنا هي بحيرة قريبة من ضواحي المدينة، وهي بحيرة لا تجف على طول السنة، تجدها ممتلئة بالمياه طيلة أيام السنة، وتتواجد بها سلاحف برمائية كما تشاهدون. هذه السلاحف سلحفات برمائية ومجموعة من السلاحف البرمائية التي تعيش هناك، وكذلك باقي الحيوانات الأخرى كما تشاهدون. السلاحف تراني فتعود للماء مجددا وبسرعة. إذن هذه بحيرة صغيرة لكن أظن عمقها كبير، وهي تلبي احتياجات هذا المكان من الماء طول السنة، حيث تعتبر متنفس لبعض الطيور المهاجرة التي تقف فيها، وكذلك لبعض الحيوانات المتواجدة هناك التي تأتي للشرب منها والتزود بالماء. هذه بحيرة صغيرة، مرحبا بكم فيها. وبجوارها نجد شجرة السدر، شجرة السدر المعروفة التي تعطينا النبق. السلاحف تهرب بسرعة عندما تشاهد، خصوصا السلاحف البرمائية.